أهلا بكم من جديد. مع كل الأسى الذي خلفه فيروس كورونا حول العالم وتبعاته الصحية حتى الساعة، إلا أن انتشار الفيروس كشف عن وجه عنصري بشع لدى بعض الأشخاص تجاه الأسيويين وخاصة الصينيين. فقد شهدنا عبر الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي حوادث عدة في هذا السياق عن هذه الظاهرة. تحدثنا دكتورة سوسن الدعجة، الخبيرة الاجتماعية وديموغرافية عبر سكايب من عمان. صباح النور دكتورة سوسن. صباح الخير، صباح الخير على لبنان من عمان. واليوم مش من الاستوديو، اليوم من بيوتنا. خليك بالبيت لصحتي وصحتك وصباح الخير. خبريني إلى جانب قعدتك بالبيت، كيف أجواء الحجر المنزلي عندك؟ بداية أجواء الحجر المنزلي أجواء صاخبة يبدو. سوري، أجواء صاخبة عندك بالمنزل، ولقيتي لك هيك شي غرفة تقعدي وتسكري على حالك الباب بالمفتاح؟ طبعا اكيد، يعني اللي خاصه اللي عنده ابناء بالمدارس، ففي احنا عندنا التعليم عن بعد، فبنبدا الدراسه من الساعه 9 الصبح تقريبا. نعم. بنضل الاربعه من خلال التعليم عن بعد. برضو احنا عندنا بقانون العمل الاردني تفعيل العمل المرن، فانا عم بشتغل كل الوثائق من بيتي. نعم. وفي عندنا تسليم معين بيكون يوميا ضمن دوكيومنت وضمن مخرجات معينة. نعم. لازم نشتغل عليها، فإحنا فعلنا العمل المرن بالأردن بالإضافة إلى التعليم عن بعد. نعم. والحمد لله الأمور تمام. إن شاء الله يا رب دائما تكون تمام، ويعطيك ألف عافية لإلك ولكل العاملة أيضا. خبريني، ليه شهدنا انتشار لظاهرة التنمر والعنصرية ضد الأسيويين خاصة بهذه المرحلة؟ شكرا لك. هلا بداية، يمكن قبل ما بنحكي عن الأسباب العنصرية، خلينا شوي نعرف مع المشاهدين مفهوم العنصرية. بشكل عام العنصرية هي أي ممارسات أو سلوكيات يتم من خلالها معاملة مجموعة معينة بطريقة أو بأسلوب مختلف عن المجموعات الأخرى، وبنبرر هذا الشيء من خلال الصورة النمطية اللي احنا رسمناها عن هاي المجموعات أو مجموعة معينة من البشر، ممكن تكون مبنية على اختلاف الجنس، عن اختلاف اللون، عن اختلاف العرق، أو حتى على اختلاف المعتقدات الدينية. فبشكل عام الشيء اللي صار معنا بموضوع مرض كورونا وانتشار الفيروس، مبدئيا كان التعميم السائد من خلال للأسف وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المرئية أو حتى المكتوبة، للأسف تم تنميط المرض من خلال أسباب انتشاره، واللي كانت حتى لم تثبت علميا 100% أنه كان سبب الانتشار العادات الغذائية الأسيوية. للأسف تم تنميط سبب انتشار المرض إلى العادات الغذائية الأسيوية، وبالتالي إلى بؤرة ومنطقة الانتشار، وكانت هي فعليا مدينة من المدن الصينية. فبالتالي أصبح لدينا الوسيلة وهي تنميط المرض. نعم. للمدن الصينية، حتى أنه في بعض من وسائل الإعلام للأسف والمشهورة نعتت الفيروس بالفيروس الصيني، فبالتالي. نعم. هي نمطت الموضوع وشجعت هناك رؤساء على التنمر يعني وعلى العنصرية. نعم. يعني حتى. نعم. أنه الرئيس. نعم. الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن بالضبط هذا الفيروس بـ The Chinese virus، يعني نعته بالفيروس الصيني. ولكن يعني حتى في هذه الأزمة يعني كانت هناك عادات جيدة من الكثيرين، وكانت هناك مبادرات إنسانية جميلة جدا، إلى جانب يعني التنمر الذي شهده الأسيويون في هذه الأزمة. برأيك ليه بتظهر الأزمات العالمية الأسوأ ببعض الأشخاص، بينما تظهر أيضا يعني الجانب الجميل بأشخاص آخرين؟ بالفعل احنا شهدنا من خلال معطيات الدول سواء كانت الدول الأوروبية او الدول الأمريكية او حتى عنا بالدول العربية والمنطقة العربية، انقسمت البشرية الى نوعين، نوع تعامل مع القضية بمعطيات إيجابية والآخرين مع معطيات سلبية. كله دائما احنا بنعزيه كدارسين لعلم الاجتماع وعلم النفس الى السبب الى التنشئة الأسرية والتنشئة القطاع التعليمي. هلا بتعرفي انه أي من القيم والعادات والتقاليد إحنا بنكتسبها بداية من التنشئة الأسرية، وبالتالي إحنا دربنا أولادنا وأكسبناهم مهارات، أكسبناهم سلوكيات كيف ممكن تتعامل مع القضايا بطريقة إيجابية، كيف أنت تنظر إلى الجزء
المليان طبعا من الكأس، وبالتالي تتعامل بطريقة إنسانية. ما بننسى المنظومة التعليمية في لها دور كبير بالتنشئة لأبنائنا، للتعاطي مع الأزمات، حتى التعاطي مع جميع الظروف اللي ممكن إحنا نمر فيها، سواء كانت ظروف سعيدة أو ظروف صعبة. بالإضافة أنه المنظومة المجتمعية ساعدت أكثر، أنه أو هي أعطتنا دلائل للتعاطي. لما بيكون عندنا رئيس أمريكي ينعت الفيروس بالفيروس الصيني، هو بيساعد على أنه الناس تكتسب سلوكيات وممارسات سلبية ضد الشعب الصيني، وبالتالي لوم الشعب الصيني لهاي القضية. يعني إحنا هلا بنيجي نطلع على دولنا العربية، أنا بدي أحكي على حالة الأردن، صار في لحمة اجتماعية، تكافل اجتماعي لسد حاجات الناس اللي ممكن ما بتوفرها بشكل يومي. هلا بتعرفي حسب الاقتصاد في منظم وغير منظم، ففي ناس قوتها بيومها، فهذولا شوي تأثروا من موضوع الحظر. بالعكس هو أثبت أنه في بشكل كبير قيم اجتماعية، قيم التكافل كان ظهرت جدا. ولكن الأسر اللي ربت أولادها على العنصرية والتنمر تظهر هون القيم السلبية، وبالتالي التعامل بطريقة السخرية، بطريقة اللوم، بطريقة العتب على الشعب الصيني، ونعتوا بأنهم البؤرة لانتشار المرض. نعم، على الرغم من أنه هذه الأحكام العنصرية والتنمر لم تقتصر فقط على بلادنا العربية، وإنما أيضا شاهدناها في بلدان أوروبية اللي بترفع حتى شعار الحرية والمساواة والرقي. هل ببرر الخوف من التقاط العدوى هذه التصرفات برأيك؟ يعني إلى حد ما في بعض من المنظومات ممكن أنه تبرر الخوف. هلأ إحنا للأسف كمنظومة مجتمعية بنعاني حاليا من الشخصيات الازدواجية. الشخصية الازدواجية بتكون تحمل بعض من القيم، ولكن قيم غير ثابتة، فبالتالي ممكن الخوف، ممكن الذعر من موضوع معين. لا يعني إذا بنطلع على وسائل الإعلام يوميا عم بنسمع عدد انتشار حالات عدد كبير، وفيات عدد كبير، فالخوف والرعب والقلق من الانتشار المرض والذعر ممكن يؤدي إلى زعزعة القيم إذا كانت هذه القيم غير ثابتة من خلال تربية الأبناء وتنشئتهم، حتى نعم. الأجيال والبشرية بشكل عام. نعم، بدي أشكرك كثير دكتورة سوسن الدعجي الخبيرة الاجتماعية والديموغرافية، حدثنا عبر سكايب من عمان. شكرا لك.